الأمور وكله بيتابع قصة التنسيق. آخر الأخبار إيه؟ آخر الأخبار إن المرحلة الأولى ما زالت بتواصل قبول الناجحين في الثانوية العامة بنفس الحد الأدنى أيوة. اللي أعلن للمرحلة، ووصل حوالي 42 أو 43 ألف سجلوا رغباتهم حسب برضو الأعداد المقرر قبولها اللي هي 122 ألف طالب. كده لسه في فاضل كتير ما سجلش، لسه الحد هتستمر، وانا بقول لحضرتك ان المرحلة هتمتد برضو يوم، ده لحضرتك انتي هتمتد يوم بعد انتهائها، هي اخر ميعاد يوم الاربع، ممكن تتمتد اليوم الخميس كمان عشان يبقى في فرصة للطلاب اللي هم تخلفوا عن المرحلة او الطلبة اللي هم لسه ما سجلوش رغباتهم او لسه بيتفقوا مع اولياء امورهم او بيبحثوا عن فرصة او اللي لسه ما خدوش الشهادات، فهو او ممكن برضه الاستمارات، لان الاستمارات لسه المدارس بتسلمها من امبارح، يعني بدات المدارس تسلم الاستمارات بتاع النجاح اللي هي بتاع القبول، بس دي مش مطلوبه، يعني اللي عندي استكمال الاوراق اللي هي بتبقى خاصه بعد الترشح للكليه، يروح يقدم بقى اوراقه عشان يستكمل اوراقه ويعمل الملف بتاعه ويقيم في الكليه من خلال دي، انما هي مش مطلوبه حاليا يعني. إلا إذا كان بيستعين بيها في جامعة خاصة أو جامعة أو فرصة تانية من الفرص المتاحة قدامه، دي اللي بيطلبوها يعني أو صورة منها وكده. تمام. فدي بتبقى بالنسبة لاستكمال الأوراق أو فيما بعد، يعني مش محتاجها الطالب حاليا الاستمارة دي. طيب. إنما هو بيدخل وبيسجل رغباته وبيسجل الرغبات 72 رغبة المتاحة قدامه. أيوة. وبينتظر بطاقة ترشيح وبعدين بيروح ينهي إجراءات قبول. أيوة. ده بالنسبة للطلبة، يعني الآخر ميعاد للمرحلة هو يوم الأربعاء وقد تمتد اليوم الخميس، يبقى في فرصة قدام الطلبة. أيوة. وأقول لحضرتك إن الطلبة اللي هم بتوع المرحلة الأولى هينتهي تسجيلهم مساء يوم الخميس القادم إن شاء الله، وهتبدأ اللجنة العليا للتنسيق في الاجتماع برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي. أيوة. هتجتمع اللجنة العليا، اللجنة العليا دي بتنظر في الوضع بالنسبة لأعداد المقبولين السنة دي في الكلية، توزيع الطلبة على الكليات حسب الحد الأدنى المتاح لكل كلية وحسب الأعداد المقررة لكل كلية وحسب ترتيب رغبات الطلاب في التنسيق، ترتيب رغباتهم. ايوه فهم بيتم توزيع الطلب على هذا الاساس يعني، والتوزيع الاقليمي كمان يعني بالنسبه للطلب اقرب جامعه ليه ايه وكده، فبيتم توزيع الطلب على هذا الاساس وبيتحدد بناء عليه الحد الادنى لكل قطاع من القطاعات، يعني القطاع الطبي بيحصل بيبقى له حد ادنى، لقطاع الصيدلي، القطاع الهندسي، كل قطاع بيبقى له حد ادنى زي ما انا قلت لحضرتك في الحلقه اللي فاتت بالزبط. وانت انفردت بيه على فكره ومش هيخرج عن الحد الادنى اللي احنا ده اللي لسه بقى هنتكلم فيه، هل في تغيير عن المره اللي فاتت؟ ان شاء الله باذن الله. فهي تنتهي المرحله يوم الخميس مساء يوم الخميس. في تقديرك هتقفل على كام؟ هتقفل على كام في المية والمؤشرات ايه؟ انا اعتقد ان اخر حد ادنى للقطاع الطبي هو هيكون 88.5 و89، يعني اتراوح بين دي. القطاع الطبي اللي هو قطاع الصيدلة